في موكب جنائزي مهيب تم تشيع جثامين عدد من الضحايا الذين قضوا في الهجوم الذي استهدف أمس حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص وسط البلاد. وخيم الحزن على الكلية الحربية التي تعرضت أمس إلى هجوم نفذته طائرات مسيرة تحمل ذخائر متفجرة استهدفت حفل التخرج، هجوم اعتبرته الحكومة السورية الأعنف من نوعه والأكثر دموية منذ 12 سنة، بعد أن خلف في حصيلة جديدة أكثر من 89 قتيلا بينهم نساء وأطفال و277 جريحا بينهم إصابات خطيرة في صفوف الأهالي من النساء والأطفال كانوا يحضرون الحفل، إضافة إلى العشرات من طلاب الكلية المشاركين في التخرج. ودخلت دمشق اليوم في حداد عام لثلاثة أيام كانت قد أعلنته الحكومة السورية التي تعهدت في الوقت ذاته بالرد على ما أسمته هجوما إرهابيا موجهة أصابع الاتهام إلى الجماعات الإرهابية. وفيما تتواصل عمليات التشييع أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء الهجوم العنيف الذي راح ضحيته عشرات الأبرياء، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية.